وداد احنا بباب جديد عنا ويعغم للعيد. كانوا قبل يغنوا لها الاغاني. انا راح اخذكم بمنطقه اسمها البدن، وحناخي ايضا احد الشخصيات الموجوده بهاي المحلي من محلي مدينه الموصل، وبرنامجنا محلتنا. بمحلتنا الناس الطيبه وحكايات الوان اشكال، وبكل بيت وعوجي وشارع اكو ذكرى. محلتنا هو البرنامج الكويس ومحلين مدينة الموصل مثل ما قد تشعوها. واليوم بدي نحكي لكم عن محلي من محلين مدينة الموصل واللي نعتز بيها، اسمه البدن. ومنطقة البدن من المناطق التابعة لباب جديد. باب جديد تعرفوها من أبواب الموصل القديمة. ويمكن هوني أنا جاي على أستاذنا الكبير أستاذ طلال صفاوي، خلي نخشع نسأل عنه نسمع أخباره. من الشخصيات المعروفة في محلة البدن الأستاذ طلال صفاوي العبيدي، المولود في مدينة الموصل سنة 1941، خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد. شارك بعدد كبير من المعارض منذ العام 1969 ولحد الآن. في سنة 1973 أنجز تمثال بايع السوس في الموصل، وفي سنة 74 أنجز تمثال البريق الموصلي في أيضا مدينة الموصل، وأنجز تمثال الشهيد في البصرة، كما شارك بعدد من مسابقات النحت في الموصل وبغداد. عمل محاضرا بكلية الفنون الجميلة لثلاث سنوات، كتب العديد من المقالات والمحاضرات الفنية، شغل مسؤولية متحف جامعة الموصل، عضو اتحاد الكتاب والخطاطين والفنانين والمصورين وجمعية التشكيلين في مدينة الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا استاذ طلال، شلونك؟ شلونك؟ انا اسف جيت على البيت كزياره. قالوا بيت الفرد مره متهدم وتدمر. والله على الوقت الطمش على ما جرى بينه. خلينا نخشع هم تحكينا عن البيت وعن المنطقه. صحتك احوالك؟ الحمد لله ممنون. يا هلا بالصديق العزيز. يلا خلينا نخشع. يا الله يا الله. السلام عليكم. يا هلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل تفضل تفضل. عشك الصاغه هذا يا ابو الله يساعدك. والله والله هذا البيت التراثي الكويس. الله هذا دمر هذا البيت عن بكرة أبيه ونهب كما ترى. ناس بقى الله لا يطعيم إن شاء الله. تدمير ما حق. والله أنا أعتقد يعني الذي عمل هذا العمل هو رب إنجاز متروك إلى الله. أستاذ طلال، المحلي محلتكم اسمه البدن. نعم. أريد تحكيني ليش سموها البدن ومن جت التسمية؟ الأخي العزيز بلا شك، بس هاك النبذة بسيطة أعطيك فكرة. لما جيت الموصل مدينة قديمة تاريخية. نعم. وفي الشرق يعني إن صح التعبير هي أقدم مدينتين بالشرق هي مدينة الموصل والعاصمة السورية دمشق. نعم. متزامنات تقريبا يعني. بس يقولون حلب. تاريخ لا 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 دمشق. آه. من عصر الأموي. نعم نعم. فمن نجي ناخذ شيء مهم جدا أن هذا التزامن القديم الزمني. نعم. مدينة الموصل طبعا تتعرف الغزوات كان الناس تطور. نعم. على ناس. فنجي سنة 1743 نادر شاه لما قام بحملته. نعم. ضد مدينة الموصل. نعم. هذا. نعم. الفارسي فغايته أن يدمر الموصل. نعم. وينهب الموصل. الذي وقف أمامه هو سور الموصل. نعم. هسه احنا واقفين فوق سور الموصل. فوق سور الموصل مباشرة. نعم. فأخي العزيز هاي معلومة كويسة يعني. أرجو المعذرة أرجو المعذرة. فالبدن نحن نقول له شلون صحة بدنك. الإنسان البدن. يعني صحة بدن الإنسان. نعم. صحة. نعم. بدنك. فداخل المدينة هو الذي حيط الموصل يسمونه بدن. 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 نعم. المدينة. بدن المدينة داخل المدينة. يعني الحيط. نعم. بالجسم. نعم. هذا شو بدنك؟ هذا بدن. نعم. الموصل. صح. يعني بدن اللي يحوي معالم مدينة الموصل. هذا هذا. نعم. يعني بشكل مختصر. وهاي المحلي محلي قديمي. نعم. بس انا اعرف انه بيها كثير شخصيات مهمه عاشت بهالمكان، وايضا مثل ما يقول تعارفوا وعوائل عريقه بهاي المكان. اخي العزيز بلا شك ان اخر باب
في هاي المنطقة الذي باب جديد هو باب جديد آخر باب من أبواب الموصل. نعم صح. 17 تمام. فهذه العوائل طبعا لها بصمات كبيرة في تاريخ مدينة الموصل. نعم. من هذه العوائل. نعم. من هاي العوائل الذي يعني نذكر منهم من على جناح طائر إن شاء الله، منهم دي الصفاوي. نحن الذي نعم. مثل عائلة صفاوي بهذا البيت عائل. يعني أربع عوائل نحن. نعم. أجداد يعني. بعدين العمري بيت عبد الله رفعت. نعم. بيت علي العمري. نعم. أبو حرصة. بس وين بدي أوقفك؟ نعم. باب جديد تمام، العمرية كان لهم دور ببناء الباب. رجال حكم. نعم. هم العمرية والجليلية هم رجال حكم الموصل. نعم. وهذول العوائل على يعني تاريخ الجليلية يعود إلى 850 سنة. نعم. خلد. خوش. فإذا بعد سامي باش عالم. نعم. بيت العيشة، بيت أبو الحسن. بيوتات عريقة. نعم. ياسين حديد، أحمد الوضحة، بيت محمد العدواني، محمد الليس العدواني. نعم. أبو عبد الوهاب. نعم هذا معروف. بيت أبو الخام، بيت أحمد الحنش، بيت ملكو، شيخة عزيزة، بيت حموبك، يعني بيت النومة. نعم. بيت محمود السلطان، بيت العبدلي، بيت خليفة. بس أريد تحكي لي الشخصيات، الشخصيات المهمة مثلا هسه حاليا يعني مثلا أولادهم، من أحفادهم. نعم. طبعا هنا بالموصل جد كان في اكو 13 مجلس في مدينة الموصل. نعم. جد عزيز صفاوي كان هذا المجلس المجاور. نعم. الذي مجاور هذا مجلس. نعم. من مجالس، وكذلك عبد الله رفعت ابو عبد الله العمري هم عنده. نعم. كان مجلس. نعم. من جماعة الشباب اللي هو الاحفاد. نعم. يعني من الشعراء المعروفين في مدينة الموصل ولا على مستوى. نعم. العراق معد الجبوري، عبد الوهاب اسماعيل، ذنون الاطرقشي، عندك الفنان الكبير يوسف ذنون. يوسف ذنون. هاي كلهم. نعم. من باب جديد كلهم. نعم. هذول الجماعة. خطأ. بعدين الشاعر الكبير رحمة الله عليه مزاحم علاوي. نعم. بعدين عندك الشاعر الكبير الدكتور حيدر محمود. نعم. إذا أنجبت كما ما أنا يعني كلهم فعلاً. وفعلاً المنطقة هاي تغشع صغيري أنجبت كبار الشخصيات. نعم. هم من الموسيقيين الكبار. نعم. مثل عندك خالد محمد علي. صح. تمام. نعم. وعندك فاضل حمدون. نعم. وبيات محمد الحسمري. محمد الحسمري ايضا. محمد الحسمري يعني هؤلاء. نعم. طبعا هاي يعني هاي المنطقه. نعم. يعني نسميناها هي تراث وادب وشعر ما شاء الله، وتراث موصلي كبير. استاذ طلال سبق نريد تحكي لنا عن ذكرياتك وانت عن نفسك وهم عن العوجي مالتك، ايش تقول نطلع بغى ونحكي بهذا الموضوع؟ والله يا استاذ بس من خلال كلمتين عندي اتذكر هذه يعني الموسيقى والزوج كلام. ايه ذكرتني بعبد الله البردوني الشاعر اليماني. نعم. رحمه الله عليه. نعم. الله يرحمه. الذي زار الموصل. ايه. في مؤتمر ابو تمام. نعم. يقول ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي. نعم. ماذا أحدث عن هذا البيت الذي جرى. صح. على أيدي النهابة نهاب البيت. نعم. ومن أقربائي. نعم. من القريبين من الموصل. هذا موضوع يعني إن شاء الله. وهذا الاستوديو الذي أنا كنت أشتغل بينه. كنت أشتغل بينه. هاي الأعمال مالي هوني. أنت خلي بقى نكمل الحكي بقى. نعم. يلا نتوكل على الله نرجع شوي. يلا. سيتو أستاذ طلال بدي أسألك سؤال. أشنو الشيء اللي عملته بحياتك وأنت كثير تفتخر بينه؟ بس عيد أسعد أمسك بيدك هاي يا أبو ما تجيبها اللي جات عليها خيدها لقباب بس بس مليح خوش مفتاح هذا كان عملته. هذا الباب كان مشلوع، هذا عملناه مؤقت وما الباب الأصلي. آه. يلا على كل يمشي شغل. إيه نعم يمشي شغل. نعم. جزاك الله خير. ادي احكي لنا زي عن هاي والله لك عليها. يعني تسألني كل الجراح عثيرة. نعم. الجراح مالي الذي هي نازفة طبعاً. هي ذكريات يعني نازفة. نعم نعم. فذكرياتي أنا بالبيت. نعم نعم. يعني من خلال الاستوديو الذي موجود بالبيت عملته أعمال. ايه أعمال سلام ولا مرحبا. أعمال فنية كبيرة. نعم. وعلى راسم تمثال السواس. نعم. الذي يعتبر أول تمثال برونز. نعم. نصب إلى بلاسة موجود في ساحة السواس. نعم نعم. فهذا من عمل البرونز 5 متر. نعم. وكل الأعمال. أعمال كثيرة أنت عندك. الأعمال. نعم. كثيرة. نعم كثيرة. الذي كلها خرجت من هذا الاستوديو. من هذا. إيه. وكانت هذه طبعاً رد الفعل. وهذا استخدام. وهذا استخدام هو الذي. إيه. وهذا جاب البلاء على هذا البيت أنه هي الأصنام. هذا استخدام. هذا استخدام. يعني ما استخدام. إيه.
وانت شفت الشون السوديو يعني نعم متواضع نعم ولكن نعم خرج اعمال عملاقه على مستوى دولي على العوجي على الناس اللي هذول كانوا حقيقه هاي اكو من هاي العوجي ان هناك بهم تراحم نعم بين هاي العوائل تراحم نعم يعني صور في رمضان على سبيل المثال حلوه هاي شغله تغشى انه ناس تبع الصحن للناس نعم واجيب لك مثل اخر وهو هذا جدا حلو رائع نعم انه بعض الناس غنامه نعم لما يجي الربيع والغنم تولد تصير بها اللبن لبن نعم كاسات من اللبن في المحل كله بويطي لا كاسات من اللبن كاسات الخزف الخزف هذه كلها يبعثون كل هذا وخاصة في رمضان نعم تشعل كل بيت من البيوت الغني والفقير هو نفس الأكل نعم متكرر في معفل وكذلك من ذلك أشعر أفلامها عن شعب يروحون يزورون نعم إذن هذه البصمات نعم البصمات التراثية والأخلاقية نعم نعم هي هي تربية أهلنا أهلنا بمدينة المنصورة هي أخلاقهم وإيش يقول الفرزاق الجرير أولئك آبائي فجئني نعم بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع الله هؤلاء الناس وهي هي مدينة الموصل نعم هاي المدينة العريقة الذي هي أسميها دائما وأبدا عروس الشمال حي البدن والقلب هم أستاذ طلال الحكي معك كثير كويس وأشكرك طبعا على الحديث وخلصنا وأنت أكويس وأنت أروع ولا تعرف شنو يعني كنت أتمنى أن هذا البيت مسكون أقول لك يا ضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن نضيف وأنت رب النزل والنعم منك والنعم منك يعني ولكن أنت تشعر أشكي لك الحالة لك أنا خلصت من أستاذ طلال فأروح إن شاء الله أكمل موضوعنا تبقى إن شاء الله بخير مكان آخر شكرا تبقى دائما وأبدا بعد شكرا يا الله مع السلامة من محلة البدن اللي وقع فوق سور النينوى ومعاها محلات تحوطها محلة الحويرة وأيضا محلة العقادات ومحطة القطار وأيضا منطقة باب البيض مدينة الموصل وهي هاي المنطقة أيضا من ضمن شارع الفاروق ومنطقة باب جديد أو باب جديد العريق من هذا المكان أقلكم مع ألف سلامي وألتقيكم بمحل جديدي وشخصية جديدة من شخصيات مدينتنا مدينة الموصل نحكي القصة ونحكي العبرة وكثير أمثال التراث والحضارة أصلاً هون بموصلنا